المحور تاع الاجتماع مع السيد رئيس الحكومة كان حول موضوع عودة الجماهير الرياضية للملاعب. بطبيعة الحال أنا في مجال كرة القدم لعودة الجماهير للملاعب كرة القدم، ولكن عبرها بطبيعة الحال لكل الملاعب الرياضية. فاليوم أعتبر بأنه يوم تاريخي، يعني بعد الجائحة فالحكومة قررت إن شاء الله العودة للجماهير الرياضية للملاعب كما قلت. وأعتقد بأن هذه العودة كانت منتظرة وكان ينتظرها الجميع، عودة الجماهير للملاعب، لأن الملاعب بدون جمهور كان ينقصها الشيء الكثير. هذا الأمر غادي يمكن بطبيعة الحال الفرق تاعنا خاصة لتدخل منافسات قارية أنها تكون مساندة من الجماهير، وتمكن الفريق الوطني اللي غادي يلعب المباريات الفاصلة في شهر مارس المقبل من اللعب أمام الجماهير ومشاركتها الأفراح. بطبيعة الحال غادي نتخذ جميع الإجراءات مع السادة الرؤساء لإنجاح هذه العودة وجعل المدرجات من جديد تعيش أفراحا وأعراسا رياضية.